اهلا بكم مشاهدي برنامج مرابطون سبور اينما كنتم اينما حللتم. هذه تحياتي حمود عمار، اهلا بكم في حلقه جديده، حلقات اليوم برنامج مرابطون سبور نسلط الضوء فيها على تحضيرات منتخب الشباب لمواجهه المنتخب المغربي، الى ايضا سنسلط الضوء على جديد المحترفين خاصه ظهور علي عبيد لاول مره في نادي ليفانت الفريق الاول في المباراه الماضيه في الليغا الاسبانيه في الجوله الماضيه ضد نادي اتلتيكو مدريد. سنطير بعد ذلك ان شاء الله الى مدينه اطار حيث نهائي كاس الوالي. نلتقي بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدي برنامج مرابطون سبور اينما كنتم من جديد، هذه تحياتي حمود اعمر وحلقه جديده. حلقه الليله سنبدا بمنتخب الشباب الذي غادر العاصمه نواكشوط متوجها الى المغرب في معسكر تدريبي تحضيرا لمواجهه المنتخب المغربي لشباب يوم 21 في الشهر الجاري، يعني على بعد ايام قليله. منتخب الوطني للشباب يحضر الان، يعسكر حاليا في المغرب تحضيرا لهذه المواجهة بصفوف مكتملة بقيادة المدرب المالي الذي على بكعبه في مباراة الذهاب هنا في ملعب شيخ بيضية والتي فاز فيها المنتخب الوطني للشباب على نظيره المغربي بهدفين دون رد. لا شك بأن منتخب الوطني للشباب ربما أقول يعني ذأر للمنتخب المحلي بعد الرباعية الأخيرة في بطولة الشان، الرباعية الأخيرة في مباراة افتتاحية في بطولة الشان أمام المنتخب المغربي للمحليين. يعود منتخب الشباب المغربي ويحل ضيفا على المنتخب المغربي للشباب هنا في ملعب شيخة بيضية، حيث فاز المنتخب الوطني للشباب بهدفين دون رد. هذه المباراة طبعا كانت في الأسابيع الماضية احتضنها ملعب شيخة بيضية تحضيرا، طبعا هذه المباراة تدخل في إطار تصفيات بطولة الإفريقية للشباب. هذا الحسن تجدي الذي وقع على الهدف الأول للمنتخب الوطني للمرابطون، بينما الهدف الثاني كان من إمضاء هذا اللاعب كاميرا، وهذا الهدف جاء من ضربة زاوية مباشرة أسكنها في شباك الحارس المغربي. إذن المنتخب الوطني غادر العاصمة نواكشوط متوجها إلى المغرب في معسكر تدريبي يدوم 4 أيام تحضيرا لمواجهة منتخب المغربي يوم 21 في الشهر الجاري. تمنياتنا للمنتخب الوطني للمرابطون بعد الفوز بمباراة الذهاب بهدفين دون رد، لا شك بأن حظوظه هي الأوفر في هذه المباراة المنتظرة يوم 21 في الشهر الجاري هناك في المغرب وبالتحديد في الدار البيضاء تحديدا. تمنياتنا للمنتخب المغربي المنتخب الوطني المرابطون في هذه المباراة المتوقعة أن يعبر منها المنتخب الوطني المرابطون. هو فاز بمباراة الذهاب بهدفين دون رد، لكن تبقى هذه النتيجة ليست في مأمن نظرا إلى أن لقاء العودة سيكون في المغرب، يعني المنتخب المغربي للشباب على أرضه وأمام جمهوره. لا شك بأنه سيسعى إلى خطف بطاقة العبور للأدوار القادمة، لكن مهما يكون يبقى المنتخب الوطني للشباب هذه التشكيلة التي أمامنا في صورة مغايرة للمنتخب الوطني للشباب في النسخة الماضية في التصفيات الماضية بقيادة سيد أحمد ولي القاسم، نظرا إلى أن المنتخب الوطني خرج من التصفيات بخفي حنين حال تلك التصفيات الماضية هي حال التصفيات قبل ذلك. لكن هذه السنة ظهر المنتخب بهذه الكوكبة الشبابية بقيادة الحسن تجدي إلى جانب أسماء مهمة قادمة من بطولة الدوري الوطني وخاصة من نادي تجكجة، لا شك سيراهن عليها في هذه المباراة المنتظرة يوم 21. تمنياتنا للمنتخب الشباب أن يكون جاهز بدنيا نفسيا لهذا اللقاء. هو فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، لا شك بأن حظوظه هي الأوفر، لكن مهما يكون هذا المنتخب الوطني الشباب المغربي قدم هو الآخر مباراة أكثر من رائعة في لقاء الذهاب، ولو أنه خسر بهدفين دون رد لكنه شكل خطورة دائما على مرمى المنتخب الوطني للشباب. على أي حال نتمنى أن يعبر المنتخب الوطني للشباب في المباراة القادمة ضد نظيره المغربي والتي تدخل في إطار تصفيات بطولة الإفريقية للشباب. نتحول من لقاء المنتخب الوطني للشباب المنتظر يوم 21 في الشهر الجاري في المغرب لقاء العودة إلى الدوري الوطني. أفسن واذيب بدوره ما زال على صدارة بطولة الدوري الوطني بفارق 10 نقاط، يعني آخر فوز لنادي أفسن واذيبو كان على نادي سنيم كانسادو بهدف دون رد ليوسع الفارق بذلك إلى 10 نقاط عن أقرب مطاردي وهو نادي الكونكورد الذي خسر هو الآخر من نادي تجكجة بهدف دون رد في الجولة الماضية من بطولة الدوري الوطني. هذا الهدف كان من أمضاء
المهاجم الواعد والشاب حماية طنج من خلال ضربة جزاء نفذها بنجاح وأسكنها في شباك الحارس هاروني توري أمامنا حماية طنج القادم وبقوة. هذا اللاعب الذي حجز مكانته في المنتخب الوطني الأول. تشجج الآن في المركز الرابع بينما نادي الكدية ما زال في المركز الثالث والكونكورد في المركز الثاني وفسان واديبو في المركز الأول من ترتيب فرق بطولة الدوري الوطني. إذن أفسي يوسع الفارق إلى 10 نقاط عن أقرب مطارديه الكونكورد وتجكجة والكدية. هذا الرباعي الآن هو الذي يتصدر بطولة الدوري الوطني. هذا الرباعي الآن لن تغادر بطولة الدوري الوطني هذا الرباعي. إما تجكجة إما الكدية إما الكونكورد إما أفسن وديبو وهو الأقرب إلى التتويج ببطولة الدوري الوطني نظرا إلى أنه يقف على مسافة يعني بالإمكان نقول بأنها مسافة مريحة أن تكون يعني على صدارة بطولة الدوري الوطني وبفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديك نادي الكونكورد. لا شك بأن بطولة الدوري الوطني باتت في المتناول على بعد جولات قليلة وتنتهي بطولة الدوري الوطني بشكل رسمي. أفسن وديبو على بعد جولات قليلة من التتويج ببطولة الدوري الوطني. لا شك بأن هذه البطولة غابت عن خزائن أفسن وديبو لمدة 3 نسخ متتالية. كانت بطولة الدوري الوطني حكرا دائما على نادي تفرق زينة. آخر هذه النسخ كانت بحوزة نادي الكونكورد في النسخة الماضية والذي توج ببطولة الدوري الوطني بعد معاناة دامت 9 سنوات وهو لم يتوج ببطولة الدوري الوطني. آخر تتويج له كان في النسخة الماضية بينما أفسن وديبو هذه السنة ظهر بشكل مغاير خاصة في مشاركته في دوري أبطال في بطولة الكأس الكونفدرالية الإفريقي. شارك أيضا وبقوة في بطولة الدوري الوطني ومنذ الجولة الأولى من بطولة الدوري الوطني وأفسن وديبو مغايرا لأفسن وديبو في النسخ الماضية. على أي حال الدوري الآن أقرب إلى نادي أفسن وديبو، أقرب إلى خزينة نادي أفسن وديبو من نادي الكونكورد. طبعا نادي الكونكورد من الأندية الذي يقدم أداء أكثر من رائع، يقدم أداء جيدا لكنه دائما سيء الحظ في بطولة الدوري الوطني. حالفه الحظ في النسخة الماضية لكن لا أعتقد بأن الحظ سيحالفه الآن في النسخة الحالية نظرا إلى أنه بات على بعد 10 نقاط كاملة من المتصدر أفسن وديبو الذي مع الكاميرون جويا موريل. طبعا الكاميرون جويا موريل يعتبر من بين المدربين الأكثر حظا، هو محظوظ دائما هذا المدرب أينما وجد وجدت الألقاب سواء هناك في الكاميرون أو حين عاد إلى الغواصة البرتغالية. حين ذهب عن أفسن وديبو في النسخ الثلاثة الماضية بعد المدرب التونسي في زلفانيا ماني إلى جانب المدرب الجزائري مصطفى السبع إلى كذلك اللاعب السابق لنادي أفسن وديبو يعقوب فال، كل هذه الأسماء لم تستطع التتويج ببطولة الدوري الوطني إلا يعقوب فال قائد نادي أفسن وديبو سابقا والذي استعان به نادي أفسن وديبو بعد الأزمات التي طافت هذا النادي حصل على التتويج ببطولة الكأس رئيس الجمهورية. بينما المدربين السابقين سواء زلفان يماني أو مصطفى السبع لم يتمكنوا من التتويج ببطولة الدوري الوطني. لذلك إدارة نادي أفسن وديبو كانت تريد دائما العمل دائما من أجل التتويج ببطولة الدوري الوطني بعد ذلك التفكير في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا. هكذا تسعى إدارة النادي ولذلك نجحت سياستها في النسخة الحالية. الآن أفسن وديبو يجلس على صدارة بطولة الدوري الوطني وبفارق مريح 10 نقاط كاملة عن أقرب مطارديه نادي الكونكورد. بينما هنالك أندية في منطقة القاع مهددة بالهبوط إلى دوري درجة ثانية. على رأس هذه الأندية نادي التيسير القادم هذه السنة من دوري درجة ثانية مهدد بالهبوط إلى دوري درجة ثانية أو العودة إلى دوري درجة ثانية بمفهوم آخر أو بمصطلح آخر. كذلك نادي كي هيدي هو الآخر مهدد بالهبوط إلى دوري درجة ثانية. نادي الرياض مهدد بالهبوط إلى دوري درجة ثانية. الأندية الأخرى الشرطة الحرس الوطني هذه الأندية تجلس في مكان ليس بالآمن في تصنيف فرق بطولة الدوري الوطني. بالإمكان بأن نقول بأن نصف أو 8 فرق من بطولة الدوري الوطني فعلا نصف فرق بطولة الدوري الوطني مهدد بالهبوط إلى دوري درجة ثانية. الجولات المتبقية من البطولة جولات مشتعلة للغاية بين هذه الأندية، منها من يخاف من الهبوط إلى دوري درجة ثانية وهنالك أيضا صراع آخر في صدارة سلم الترتيب على التتويج ببطولة الدوري الوطني. يحتدم الصراع في مقدمة الترتيب ويحتدم الصراع في الفرق التي تقبع في ذيل الترتيب. على أي حال في انتظار
الجولات القليلة المتبقية من بطولة الدوري الوطني للكشف عن ملامح من هو بطل النسخة الحالية من بطولة الدوري الوطني. ولو أن أفسي هو الأقرب، أفسي نواديبو طبعا هو الأقرب والأوفر حظوظ بالتتويج أن تجلس على صدارة بطولة الدوري الوطني وتترك مساحة بالإمكان أن نقول بأنها مريحة جدا، فارغ مريح 10 نقاط، فارغ مريح جدا. لا أعتقد بأن أفسي نواديبو سيخسر في المباراة الثلاث الأربع المتبقية من بطولة الدوري الوطني. من الصعب جدا، يمتلك عناصر جيدة، يمتلك أيضا مدرب جيد، يمتلك جمهور أيضا، يمتلك أيضا صدارة مهمة وبفارغ مريح. لا أعتقد بأنه سيفرط بالصدارة تحت أي ظرف كان، ولو أنه ما زالت متبقية له مباريات صعبة للغاية على رأسها مواجهة نادي تفرق زينة. إذن مشاهدي برنامج رابطون سبور يتواصل معكم هذه الحلقة الليلة إلى حديث الشارع الرياضي حاليا. علي عبيد، الحسن العيد، هذا الثنائي قدم مردودا أكثر من رائع في الدوفي الليغا الإسباني. أن تذهب من مقاطعة الرياض مباشرة إلى الليغا الإسباني وتقدم مردودا طيبا، لا شك بأنك لاعب من طينة الكبار. برنامج رابطون سبور في السنوات الماضية، في السنوات الخمس الماضية، نعم أقول في السنوات الخمس الماضية، كان السباق للكشف عن هؤلاء الموهبتين الحسن العيد وعلي عبيد. كاميرا برامج مرابطون فوت ذهبت إلى حيث انطلق الحسن العيد وعلي عبيد من مقاطعة الرياض. سنعرض لكم تقرير في هذه اللحظات أعددناه منذ قرابة 3 سنوات أو 4 سنوات عن الحسن العيد وعلي عبيد. أنا ذلك بعد أن ذهبوا إلى نادي ليفانتي الإسبانية وأكاديمية نادي ليفانتي الإسباني بعد أن شاركوا في بطولة كوتيف. أنا ذاك كاميرا برنامج مرابطون فوت كانت حاضرة في تلك الفترة وعد التقرير في أعتقد بأن عمره 3 سنوات أو 4. سنستعرض هذا التقرير الآن وبعد ذلك ندخل في جديد الحسن العيد وعلي عبيد لنشاهد هذا التقرير. أخيرا يوقع أبناء مقاطعة الرياض الحسن العيد صحبة علي عبيد لنادي ليفانتي الثاني في صفقة قدرت ب 75,000 يورو، وفي أول لقاء لهما ضد فالنسيا والذي انتهى بالتعادل ب3 أهداف مقابل 3. كان نصيب ابن مقاطعة الرياض منها الحسن العيد هدفان. بداية يرى جل المراقبين أنها كانت موفقة من اللاعبين الحسن العيد صحبة علي عبيد. تدرب في أكاديمية الحسن كمرا في مقاطعة الرياض بوسائل ومعدات شبه معدومة لمدة 3 سنوات، بعد ذلك انتقل إلى نادي الكونكورد في الدوري الموريتاني درجة أولى، فبرز بشكل لافت ليتم استدعاؤهما للمنتخب الوطني الشباب ويشارك بعد ذلك مع المنتخب في بطولة كوتيف المنظمة في إسبانيا، حيث لفت انتباه أحد سماسرة الدوريات الأوروبية هناك فقام بجلبهما إلى أكاديمية نادي ليفانتي وطور من أدائهما طيلة السنة المصارمة وتعلم اللغة الإسبانية ليحط الرحال اليوم في الفريق الثاني وعلى بعد مرمى حجر من المشاركة في الليغا الإسباني في قادم الأيام. هل هي الصدفة أم قوة الإرادة أم هو الحظ بعينه أن تبدأ مشوارك في كرة القدم من هنا وتتدرب بهذه الطريقة وفي الساحات العامة وبدون معدات لتصبح بعد ذلك في أحد أفضل الدوريات العالمية، لتصدق بذلك المقولة التي تقول إن الإبداع في كرة القدم لا مكان له ولا حتى عنوان. إذن الإبداع لا مكان له ولا عنوان، هذا التقرير أعدده برنامج مرابطون فوت منذ قرابة 3 سنوات أو أعتقد 4، لا التاريخ بالضبط لا أضبطه، لكن كاميرا برنامج مرابطون فوت كانت حاضرة دائما لكشف عن المواهب الموجودة في العاصمة نواكشوط أو في مقاطعة نواكشوط 9. وذكر أيضا بأن كاميرا برنامج مرابطون فوت هذا البرنامج كان هو الأول الذي سلط الضوء على هذه على الموهبتين المتواجدتين حاليا في الليغا الإسباني، وكذلك سلط الضوء على عديد المنشآت الرياضية وكشف يعني النقاب عن عديد المنشآت الرياضية وعديد المشاكل العالقة في كرة القدم الوطنية سواء تعلق الأمر بالمنشآت الرياضية أو اللاعبين. إذن هذا التقرير سلط الضوء على مسيرة علي عبيد والحسن العيد أنذاك، لكن علي عبيد والحسن العيد خرجوا من أكاديمية الحسن كمرة، من ساحة موجودة في الرياضية عبارة عن ساحة سيارات تمر من هذه الساحة لحظة بعد لحظة، هم يتدربون بعضهم بأحذية بعضهم بلا أحذية، لكن اليوم تصوروا معي الحسن العيد علي عبيد من مقاطعة الرياض، قدم في مقاطعة الرياض وأخرى في الليغا الإسباني. أن تتدرب في مقاطعة الرياض، أن تتدرب في مقاطعة الرياض ب طبعا معدات
بالإمكان أن نقوله لا توجد أي معدات. هنا أتحدث عن مقاطعة الرياض، لا توجد هنالك أي معدات، لا توجد هنالك أي إمكانيات، لا يوجد أي شيء له علاقة بكرة القدم. يعني أطلب من المخرج بعض من الصور المتعلقة بمقاطعة الرياض وساحة الرياض أنذاك أيام تواجد حسن العيد وعلي العبيد في ساحة الرياض، حيث كانوا يتدربون في ساحة عمومية في الشارع بين الأزقة، يتدربون بهذه الطريقة. لاحظوا معي، بهذه الطريقة كان يتدرب علي عبيد والحسن العيد في هذه الساحة التي أمامنا في الصورة. هذا الهدف طبعا في بطولة الدوري الوطني، الهدف للحسن العيد في من نادي الكونكورد في مرمى أفسن وديبو أنذاك. لكن هذه الساحة تصوروا معي هي التي كان يتدرب فيها علي عبيد الحسن العيد بهذه الطريقة، بهذه الوضعية التي أمامنا في الصورة. بعد ذلك شاركوا مع المنتخب الوطني للشباب في بطولة كوتيف المنظمة في إسبانيا، شاهدهم أحد سماسرة البطولة، ذهب بهم مباشرة إلى نادي ليفانتي، إلى أكاديمية نادي ليفانتي. إذن الحسن العيد الآن وعلي عبيد متواجدان في أكاديمية ليفانتي، يتدربون مع الفريق الأول بعد أن قضوا هنالك سنوات في الفريق الثاني، الآن ذهبوا إلى الفريق الأول. علي عبيد شارك في الجولة الماضية من الليغا الإسباني ضد نادي أتلتيكو مدريد، شارك كأساسي مع نادي ليفانتي. طبعا بعد ذلك بعد انتهاء المباراة ضد أتلتيكو مدريد، علي عبيد يعني بالإمكان أن نقول بأنه في هذه المباراة قدم مباراة أكثر من رائعة، بل إنه كان هو اللاعب الثاني كأفضل أداء في نادي ليفانتي أنذاك من خلال تقييم طبعا اللجنة الفنية لنادي ليفانتي. على أي حال، علي عبيد الآن والحسن العيد نلاحظ يتدربون مع نادي ليفانتي الفريق الأول، ومن المنتظر أن علي عبيد سيشارك في المباراة القادمة ضد نادي مالاغا، لا شك بأنه سيدخل أساسيا مع الفريق الأول في الليغا الإسباني. هذا علي عبيد الذي أمامنا في الصورة، هذا القادم من مقاطعة الرياض، هذا القادم من ساحة الرياض، هذا القادم من تحت الغبار، هذا الذي تدرب بلا موارد، بلا إمكانيات، بلا أي شيء. بالإمكان أن نقول اليوم هو متواجد مع نادي ليفانتي في الليغا الإسباني، يلعب موجها لوجه مع ميسي وكريستيانو رونالدو. طبعا هذا الهدف للحسن العيد الذي في هذه اللحظة، الهدف للاعب الحسن العيد مع نادي ليفانتي الإسباني. هذا الحسن العيد، هذا ابن مقاطعة الرياض، هذا حاله كحال المواهب المتواجدة حاليا في العاصمة نواكشوط. حال هذا الثنائي طبعا علي عبيد والحسن العيد، هذا الثنائي حالهم كحال يعني آلاف المواهب المتواجدة سواء في العاصمة نواكشوط أو في مدن الداخل، ما زالت تبحث عن منشآت رياضية، ما زالت تبحث عن أرضية ملائمة لممارسة هذه اللعبة. اليوم موريتانيا ممثلة بلاعبين، علي عبيد والحسن العيد الآن في الليغا الإسباني. أنت تتحدث عن الليغا الإسباني، تتحدث عن يعني دوري يتواجد فيه كريستيانو رونالدو، ويتواجد فيه ميسي، ويتواجد فيه كبار نجوم كرة القدم العالمية، إلى جانب هذا الثنائي القادم من مقاطعة الرياض. بإصرارهم، بعزيمتهم، وصلوا إلى أكبر الدوريات الأوروبية. الآن موريتانيا ممثلة بلاعبين، طبعا الشرف حصل لموريتانيا، لكن على الجهات الوصية، على رجال الأعمال، على الممولين، على شركات طبعا تجارية، أن تدعم كرة القدم الوطنية، خاصة بطولة الدوري الوطني والمنشآت الرياضية والأكاديميات. هذا ابن مقاطعة الرياض الحسن العيد الآن في الليغا الإسباني، إلى جانب علي عبيد وهذا الثنائي القادم من مقاطعة الرياض. طبعا الطريقة التي قادموا بها من الرياض، شاهدتم الساحة، شاهدتم الساحة طبعا في الرياض التي كانوا يتدربون فيها هذا الثنائي الآن متواجد مع نادي ليفانتي الإسباني، لكن قبل سنوات كان هنا في مقاطعة بيكا، كان هنا يتدرب في ساحة عمومية، لا نجيلة، لا مرمى، كرة قدم واحدة هي التي يتدربون بها. الغريب في الأمر بأن الحسن العيد كان مكلفا بخياطة أحذية هؤلاء اللاعبين، بينما علي عبيد كان مكلفا بجمع معدات هؤلاء اللاعبين. من هنا خرج علي عبيد، من هنا خرج الحسن العيد، من وراء طبعا هذا المخرج قاعد الحسانية خرج الحسن العيد وعلي عبيد. على أي حال، مهما يكون، اليوم علي عبيد والحسن العيد يمثلون موريتانيا أحسن تمثيل في أكبر الدوريات الأوروبية، لكن هذا إن دل على شيء يدل على أن مواهبنا لا تتوفر
توفر على الدعم اللازم. مواهبنا ضائعة هنا في أزقة وشوارع العاصمة نواكشوط، ضائعة هنا في الساحات والأزقة، ضائعة كذلك في مدن الداخل. لا تتوفر على نجيلات، لا تتوفر على أكاديميات، لا تتوفر على منشآت رياضية. لا شك بأن هذا يؤثر على سرعة عجلة دوران كرة القدم في موريتانيا. على أي حال، هذا الثنائي حصل له الشرف وحصل الشرف لموريتانيا. نتمنى أن نشاهد أكاديميات في العاصمة نواكشوط، أن نشاهد أكاديميات لكرة القدم في مدن الداخل. على ذكر مدن الداخل، مدينة أطار بحركية غير معهودة الآن طبعا، تواجد فيها دائما دوريات، تواجد فيها دائما مباريات، تواجد فيها دائما بطولات. آخر بطولة نظمت في مدينة أطار بطولة كأس والي أطار. هذه البطولة طبعا برعاية شركة البناء وأيضا بتواجد جمعية الطواز الرياضية التي هي الأخرى لها دور كبير في إنعاش حركة كرة القدم الوطنية خاصة على مستوى مقاطعة، على مستوى ولاية أدرار. كأس والي أدرار طبعا النهائي كان يوم أمس في ملعب أطار الذي انتهى بعد منذ قرابة أسابيع قليلة. هذا الملعب الذي انتهت فيه الأعمال، النهائي جمع بين نادي الطواز، جمعية نادي الطواز ونادي أفوتة. طبعا توج نادي أفوتة ببطولة كأس والي، رئيس كأس الوالي. مثل هذه البطولات في مدن الداخل لا شك بأنه يعجل من ميلاد حركية جديدة لكرة القدم، خاصة في مدن الداخل هي المغذي الرئيسي لبطولة الدوري الوطني. هنالك المواهب، هنالك المواهب التي لا تحتاج إلا للصقل، لا تحتاج إلا للأرضية الملائمة. والي أدرار بعد نهاية هذا النهائي لنشاهد هذه تصريح لهذا الوالي. وهنيئا للفريق الناجح والتوفيق ان شاء الله لجميع الفرق، وهنيئا وشكرا لنادي الطواز ورئيس نادي الطواز على هذه المبادره القيمه. والسلام عليكم. إذن كان ذلكم تصريح والي ولاية أدرار، كان حاضرا في نهائي كأس الوالي. لا شك بأنك أن تنظم كأسا لا بد أن تكون متواجد. طبعا أذكر بأن هذا الوالي أيضا كان متواجد في سباق الطواف الدرجات الهوائية الأخير. وأذكركم أيضا بأن لقطات أسبوع برنامج مرابط نفوت من هذا الوالي من خلال حركة قام بها في افتتاح هذه البطولة، سنستعرضها إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. إلى رئيس جمعية طواز الراعي الرسمي لهذه البطولة لنشاهد. على كل حال هن السيد الوالي وعنه هو ما هو اتخذ القرار وعنه ما هو ما نحن اتخذنا لا نحن اتخذنا القطاع رياضة وهم إن شاء الله هم الأفضل وهم الجوائز أكبر وإن شاء الله ربنا نهاية المباراة رأنا جاي عندنا العبد وكاس القيطرة ندور مباراة كبار ندور العبد جوائز أكبر وطالب الناس كامل. إذن سيد أحمد والتقدي لا شك بأنه هو المسؤول الأول والأخير عن الناشئين، عن البحث عن المواهب. سيد أحمد والتقدي تقدمت له جمعية الطواز بدعوة لحضور نهائي كأس الوالي وكذلك لاكتشاف المواهب على مستوى ولاية أدرار. لنشاهد تصريح سيد أحمد والتقدي لاعب المنتخب الوطني سابقا والمسؤول حاليا عن منتخب الناشئين، المدرب الرسمي طبعا لمنتخب الناشئين حاليا. لنشاهد هذا تصريح لسيد أحمد والتقدي من ملعب أطار. احنا تلقينا دعوه من نادي الطواز من اجل حضور المباراه ومن اجل متابعه اللاعبين عن قرب، وتابعناهم وتابعنا النهائي. كان نهائي جيد وكان فم مستوى لا باس به، مع ان فم ياسر من نواقص وفم ياسر من قله الامكانيات لان الارضيه ما تساعد على ممارسه كره القدم. كان فم ياسر من عدم التوفيق من قد اللاعبين حاولوا انهم يعدلوا ياسر من الاشياء ما قدروا يوفقوا به، الملعب ما كان صالح لاداء كره القدم. لكن فم مواهب بامكانها ان تتطور نتج
بنى تحتية ونتجبر ياسر من الإمكانيات. ونادي طواز عدل ياسر من الإمكانيات، هناك عنده مقر وعنده حافلة هذه الإمكانيات، حتى فهم بعض الأندية في درجة الأولى درجة ثانية ماهم عندهم. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى مواصلة العمل، لأن العمل ما يلطو يتوقف بأنك خسرت مباراة ولا عدد ضربات الجزاء وفشلت، ما يلطو يواصلوا ويحاولوا أنهم يقدموا ناديهم يقدموا ولايتهم، لأن كرة القدم لا بد لها من الاستمرارية ولا بد لها من الصبر. نتمنى لهم ذاك ما نتمناه دائما من ولاية أدرير وبالتحديد مدينة أطار. مدرب نادي الطواز، هذا النادي الذي لا أعتقد بأنه قادم بقوة، قد نشاهده في القسم الأول في نسخ، ربما نشاهده في السنوات القليلة القادمة في القسم الأول من بطولة الدوري الوطني إذا وصل على نفس هذا النهج. ماذا قال هذا المدرب عن نادي الطواز المتواجد حاليا في مدينة أطار؟ طبعا هذا النادي الذي لا شك بأنه يشارك في عديد البطولات ويحاول جاهدا الوصول إلى القسم الأول ليكون ثاني ممثل من ولاية أدرار. لنشاهد تصريح مدرب نادي الطواز. يحيى مدرب الطواز، كانت اليوم عندنا مباراة في كأس الوالي، مباراة حقيقة بالنسبة لنا كانت مهمة، تتويج البطولة كان مهم عندنا، كنا نشتغل لاعب لهذه البطولة بعد ما ضيعنا الدوري. الحظ ما كان معنا حقيقة، سيطرنا على المباراة كاملة، واللي شاهدها واللي ما شاهدها قد يعد الشريط من المباراة اللي شاهد عن الطواز كانت مسيطرة على المباراة بنسبة 90%. قال اتكهاتنا ما انتزلوا الفرصة، ما انتزلوا الاوكازيون اللي جبرنا، لكن ماركيناهم بالبريميت والله قال الديميت الأولى وذكر ديزور بورتوال. حقيقة ما الفرص اللي جبرنا ما استعملنا من المعاملة الصالحة، فريق ضيعنا لكم. الحمد لله قدمنا المستوى المطلوب، لاعبين الحمد لله قدموا المستوى المطلوب، الحظ ما كان معنا في النهائي. اتمنى حظ السعيد لجميع اللاعبين، نختار نقول عنهم اشتغلوا عدلوا الدور اليوم بطريقه اشتغلنا بها وطبقناها في الارض، كانت القصه هدف واحد عن تم نجاحنا. النهائي ما هو نهايه الطواز، طواز نادي مستمر ان شاء الله. سياني توج بطولة الوالي، سياني توج بطولة الدورية، وهي يوهر الناس اللي شاك عن الطواز لا سنة واحدة ولا أسبوع واحد، طواز سنوات إن شاء الله، ومشروع ناجي كبير، وهي لا حد لنا بداية، طواز ماله يكون 17، وعاد جميع أعطاء موريتان كامل سامع بهذا الناجي. شكرا. كان ذلكم مشاهدي الكرام تصريح مدرب نادي الطواز. لنشاهد ايضا دائما من مدينه اطار كاميرا برنامج رابط نفوت ايضا رصدت بعض من تصريحات الصحفيين، خاصه الصحفي المسؤول عن الخليه الاعلاميه التابعه لنادي الطواز. لنشاهد عبد الله الزبير. عبد الله الزبير مسؤول الخليه الاعلاميه لنادي الطواز. نحن اليوم لعبنا ضد فوتا وما كان لم نكن في يومنا، لعب اللاعبون كثيرا، وجدوا فرصا كثيره، لم ينتهزوا فرص، وصلنا الى ضربات الترجيح، ضربات الترجيح هي دائما ضربات حظ كما يقال. انتصر علينا نادي فوتا، نهنئه كثيرا بكاس السيد الوالي، ونهنئ الوالي والسلطات الاداريه والعسكريه اللي جاءوا اليوم اتيها الملعب اطار، هذا الملعب الكبير اللي في الحقيقه جوهره، ونشكر عليه السلطات العموميه في البلد، ونشكر السيد الوالي والسلطات المحليه على تواجدهم هذا المساء وتقديم لهذا الكاس في جو عائلي رياضي حضروه جميع الادرار. وندعو ايضا اتحاديه كره القدم والقائمين على اللعبه في موريتانيا ان يقدموا الكثير لهذه الولايه، خاصه الملعب هو الان ترابي، حبذا لو وجدت نجيله الملعب. نشكر ايضا رئيس جمعيه الطواز الداهر الزغمان الذي كان وراء هذا النشاط ايضا تمويلا وتاطيرا، ونشكر كل اللاعبين في الناديين والعصبه الجهويه في اطار. نشكرها كذلك على التنظيم المحكم لهذه المباراه وللمباريات التي سبقتها، ونتمنى لجميع الانديه في اطار موسما مقبلا جيدا. ونؤكد للجميع اننا نحن في جمعيه طواز سننظم ايضا كاس القيطنه، والتي نرجو ان يشارك فيها كل انديه وخاصه انديه الدرجه الاولى بمعيه انديه. اذا مبروك لنادي فوتا من مدينه طار تتويج بكاس الوالي ولايه ادرار، وحظ اوفر لنادي الطواز. لقطات من هذا النهائي الأخير الذي احتضنه ملعب أطار، نهائي كأس الوالي الذي دام قرابة شهرين. المنافسة الندية والإثارة حضرت دائما في هذا الكأس الذي ينظم من مطلع
في كل سنة. لقطات من هذا النهائي.
إذن مشاهدي برنامج رمضان سبور، كانت كلكم لقطات من نهائي كأس الوالي الذي احتضنه ملعب مدينة أطار، جمع بين نادي جمعية طواز ونادي توفا، فيما أعتقد الاسم صعيب علي، لكن على أي حال تبقى أندية الداخلية المغذي الرئيسي لبطولة الدوري الوطني. هذا الكأس أخذنا منه لقطات أسبوع برنامج رمضان سبور. هذه اللقطة تمثلت في الانطلاقة للوالي الشيخ والعبد الله واللواء، أبدأ نوع من المهارات شيئا ما في نقطة البداية من خلال إشارة الانطلاق. لنشاهد لقطة أسبوع برنامج رمضان سبور كيف كانت، لنشاهد. إذا مشاهدي برنامج مرابطون سبور، لا شك بأن هذا الوالي مشروع لاعب كان، على أي حال ربما ضاعت موهبته في أتون السياسة. إذا مشاهدي برنامج مرابطون سبور، أقدم التحية طبعا لفريق العمل الذي واكبني دائما طيلة حلقات برنامج مرابطون سبور، هذا الفريق الذي أمامنا في الصورة، تحية لمنه هذه الأسماء، أولا المصورين، هذا المخرج طبعا موسى كانوتي، هذه الأسماء التي واكبتني دائما في برنامج رمضان فوت، أقول لكم تحيتها وتحيتي أيضا حمود عمل، ألقاكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج كل أسبوعي مرابط سبور، في أمان الله.